الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أحبتي في الله، قصة وصلتني سأربطها بحادثة نبوية. القصة أن عالما من الأزهر كان تخصصه في مجال السيرة النبوية، وكما قيل أنه كان يدرس منذ 40 عاما في الأزهر الشريف. جاءه وكان عنده في الحي الذي يسكن فيه في مصر مجموعة من الإخوة ممن يسموا بجماعة التبليغ، هؤلاء الذين يقومون بما يعرف بالخروج في سبيل الله. عندهم نظام معين، يذهبون إلى المساجد يجلسون 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام أو بما يتيسر، ويقومون بجولة في الحي في الحارة، يدعون الناس إلى يعني جلسات طيبة فيها ذكر، فيها تدريس، فيها إلى آخر هذه المعاني. فهؤلاء يعني طيبون، أصحاب أخلاق عالية ما شاء الله عليهم، وفي الأغلب عادة يعني لا يتدخلون بالأمور الشخصية ولا يتدخلون بالأمور السياسية، في الأمور الروحانية والأخلاقية والعبادية في الأغلب هذا هو الإطار الذي يعملون فيه. خلاصة الأمر، كان مجموعة من هؤلاء الناس الذين ينتمون لهذه المنظومة الفكرية يضغطون على هذا العالم الأزهري صاحب العلم والوجاهة الذي له منذ 40 عام يدرس في الأزهر أن يخرج معهم، فكان يعتذر، يؤجل، يرفض، حتى وصل إلى مرحلة من الملل، أراد أن يتخلص من ضغطهم ويقوم بهذا الخروج معهم مرة واحدة حتى يتركوه. هكذا وصلتني الرواية، من باب يعني أنه خاص يعني سأخرج هذه المرة حتى يعني لا يعود له مرة أخرى. بهذه النية خرج. طبعا هؤلاء من ضمن فلسفتهم أنهم إن لم يجدوا شخصا في الشارع يقومون بدعوته قد يطرقون الأبواب حول المساجد ويقولون السلام عليكم، نحن جماعة خارجون في سبيل الله، بمفهومنا عندنا درس، فعن إن أحببت أن تتفضل أخي الكريم عندنا على صلاة العصر صلاة المغرب، بهذا المعنى. تقول القصة بأنهم خرجوا معه وكانوا فرحين جدا أن معهم عالم أزهري وعالم ذو هيبة يلبس العمامة والجبة والمكانة والعلم، يتحدث أفضل منهم، لغته أقوى، علمه أكثر، كانوا فرحين جدا به. فكان قدر الله سبحانه وتعالى أنهم خرجوا في المنطقة التي خرجوا فيها إلى الأحياء إلى الأبواب، هكذا كان الترتيب، فوضعوه في الواجهة. هم طريقتهم يطرقون الباب، فإذا خرج الرجل يسلمون عليه، يقول له عندنا درس تفضل إن أحببت، هذا ببساطة، فإن يعني اعتذر يتركونه ويذهبون. قدر الله سبحانه وتعالى، دق الباب فقدموا العالم بالواجهة، فتح الباب، السلام عليكم نحن مجموعة كذا إلى آخره، قال كذا كذا لك، ثم بصق في وجهه، يعني أنا فاضيلكم. فسبحان الله بصق في وجهه، فكما تقول توقف الزمن. المشهد كان يعني هذا عالم كبير وكبير في السن وله مكانة، الإهانة ليست سهلة في هذا العمر وهذه المكانة، فبصق فجأة، اهتز هذا الرجل العالم الأزهري ونزل على ركبتيه وأخذ يبكي كالأطفال. طبعا الإخوة الذين قاموا بدعوته تضايقوا جدا وخافوا أنه يعني قالوا يا الله ليتنا لم ندعوه، ليتنا لم نحرجه، ليتنا لم نضعه في هذا، ليتنا يعني تضايقوا من أنفسهم لماذا وضعوه في هذا، وكانوا يظنون أنه كان يبكي بسبب الإهانة التي تعرض لها. فلما انتهى من بكائه وهدأ صعقوا وصدموا حينما عرفوا أن سبب البكاء هو. قال يا إخوة، أنا أدرس قصة الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه للطائف لدعوتهم منذ 40 عاما في السيرة النبوية، ولم أفهمها إلا الآن. فما هي قصة الطائف؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف وهم على بعد تقريبا إن لم تخني الذاكرة 70 كيلومتر من مكة. ذهب يدعو أهل الطائف، وكان يظن طبعا شدة التشديد عليه في مكة، قال لعل الله يفتح عليه، وكان معه أحد الصحابة. ذهب فلما سمع أهل الطائف وعادات العرب، الأصل أي ضيف يأتيك حتى لو لم تكن تعرفه تكرمه وتفتح له الباب وتقدم له الطعام، هذه أعراف وعادات مقدسة عند العرب، فما بالك حينما يكون من أهل مكة ويكون معروفا وهو الصادق الأمين ومكانته، ومع ذلك استقبله المشركون في الطائف بالعبيد والأطفال والسفهاء.
فطردوه وضربوه في الحجارة وسبوه وشتموه، وقال له بعضهم: ألم يجد الله غيرك يبعثه نبيا؟ أهانوه صلى الله عليه وسلم وشتموه وطردوه ورموه بالحجارة، بقيت الحجارة تضرب عليه حتى نزل الدم من جسمه وغطى الدم جسمه كله، لدرجة الصحابي الذي كان معه أخذ يتلقى عنه حتى امتلأ جسمه بالدماء. تخيلوا، شخص ما جاء إلا ليحدثهم، قبل أن يحدثهم شتموه وأهانوه وضربوه وطردوه وأدموه فسالت منه الدماء. انظر إلى الحالة النفسية التي هو فيها، انظر إلى الوضع الصعب. هو هو ما جاء إلا بالخير ولم يحدثهم بعد، ولا يستحق أبدا، لا بقانونهم العرفي ولا بقانونهم الأخلاقي ولا بالقانون البشري، فقاموا بكل ما يمكن أن تتخيل من السوء معه. وهو في الحالة هذه الصعبة خرج الطائف، فارتاح أو وضع أو اتكى ظهره إلى ظهر حائط أو بستان، فدعا بالدعاء الشهير. وهنا لاحظوا الدعاء، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ انتبه أخي الكريم، أختي الكريمة، ماذا قال الآن؟ يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. النبي صلى الله عليه وسلم الوضع الطبيعي لو أنا وإنت مكانه: يا رب انتقم منهم، يا رب، يا رب، أبدا. أو يا رب أنا ماذا فعلت حتى أستحق هذا؟ أنا عبدك، أنا نبيك. لم يعاتب، لم يلم، لم يدعو، لم يشكو. ماذا كان نقطة التركيز عنده؟ يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، سأبقى أرجع إليك يا الله وأعتذر أنا قصرت، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر أنت، الدماء تنزف منه، مهان بالمعنى البشري صلى الله عليه وسلم وهو لا يهان، شتم، ضرب، يعني كل ما تتخيل همه: يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لم يشكو ولم يدعو. فكانت جائزته العجيبة حينما اقترب قبل أن يدخل إلى مكة، جاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الله قد أرسلني بحسب بعض الروايات، وأرسل معي ملك الجبال. فملك الجبال أو جبريل أحدهما قال: يا محمد، إن شئت أطبقت لك عليهم الأخشبين. والأخشبان هم جبلاء حول مكة، بمعنى الذي تسبب في كل هذا هو خروجك من مكة من كثرة حقد كفرة قريش ومشركو قريش الذين تسببوا لك بكل هذا حتى توضع في هذه المكانة. تخيل شخص مظلوم معتدى عليه، الدماء تنزف من جسمه، رب الكون يبعث له ملك الجبال بسلطة الله وقوته ويعطيه بلغتنا شكا مفتوحا، بتحب نحرق بحرق، نمسح بامسح، نقتل بنقتل، الأمر إليك، شك مفتوح، ضع الرقم الذي تريده. تخيل، هل تتخيل أحد منا سيرفض هذا الطلب؟ تخيل أنت، جماعة أوقفوك بالطريق بدون سبب، ضربوك حتى كسروا عظامك وأنت تتألم ألم شديد، ألم، طب أنا ما أفعل شيئا، أنا لم، وهذا الضيق، يأتيك ملك قوي ويقول لك: جيشي تحت إمرتك ولله المثل الأعلى، الذي تريد، بتحب أقتلهم بقتلهم، بتحب أحرقهم الآن بحرقهم، بتحب أسحلهم في السيارات الآن، من منا سيرفض هذا العرض؟ أنا مظلوم، حقي أن أنتقم، ولن يلومني، لا عرفت، لست ملاما، لا عرفا ولا خلقا ولا قانونا ولا بأي شيء. لاحظ، جبريل زعيم الملائكة معه ملك الجبال ويقول له: إن الله أرسلني وبعثي ملك الجبال، وأعلم النبي أن ملك الجبال أعطي أمرا أن يأتمر بأمرك يا محمد. يعني إيش ذكر من هيك؟ كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ولكن أدعو الله لهم لعل الله يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين. وزي ما بيقولوا بالإنجليزي: guess what. لك أن تتخيل من كان في أصل، من كان بينهم ممن لم يسلم بعد، أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه. لا إله إلا الله، قدر الله سبحانه وتعالى. طبعا موطن الشاهد عندي، لاحظ، أنا جئت بقصة الطائف التي ممكن أن تأخذ منا أوقاتا
لأعلق على قصة الأزهري الذي بكى حينما نزل ركبتيه بعد أن بصق هذا في وجهه وقال: أنا أدرس قصة الطائف منذ 40 سنة ولم أفهمها إلا الآن. لذلك يا ترى هل نحن مدركون لحجم المعاناة والتضحية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا؟ هل نحن مدركون لحجم المعاناة والتضحية التي قام بها الصحابة من أجلنا، التابعون من أجلنا لنقل هذا الخير وللحرب في الحفاظ على هذا الدين وللدفاع عن كل مقدرات هذا الدين؟ وإلا ربما أنا وأنت الآن كنا ساجدين لشجرة أو نعبد شمسا أو حجرا أو القمر، الله أعلم في أي عالم إباحي أو عالم سفلي كنا نعيش الآن، وماذا كنا نفعل لولا التضحية التي قام بها محمد حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. فلنقدر هذه التركة ولنحمد الله على هذا الكنز ولنتذكر دائما ما كنا لنكون بهذا الخير لولا تضحيتهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. Respected brother and sister, inshallah, this khatira will be translated inshallah into English after the fourth rak'ah of the Taraweeh. Assalamu alaikum.